السلام عليكم ست رشا. السلام وبركاته. عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ حفظكم الله وبارك الله فيكم. آمين يا رب، ربنا يبارك لحضرتك يا ربنا رب. يرضيك يا فندم. معلش بس أنا كنت عايزة أسأل سؤالين. أول سؤال، حضرتك كنت بتقول إن أنت لما تدعي لحد بتمني الخير إن دي حاجة كويسة حتى لو الحد ده ظلمني وأذاني. طيب ده سؤال. السؤال الثاني حضرتك، أنا دلوقتي متزوجة ليا 18 سنة، طيب وجوزي رمى عليا قبل كده يمين طلاق، واتجوز عليا قبل كده مره وجه اعتذر ورجع، وانا سامحته وقبلته ومشيت العيشه، وانا حاليا معايا 5 عيال. هو بقى دلوقتي حضرتك مصمم ان هو هيتجوز تاني عليا، تمام، مفيش مشكله، حقه وشرع ربنا، ويعلم ربنا انا مش بقصر في حاجه، اللي بقدر عليه بعمله في الظروف المتاحه اللي هو بيتيح بيها بيته. طيب. تمام حضرتك. كل المشكله بيني وبين ان انا رفض اهلي ان هم يسلكوا فلوس، وانا مش قادره اتصرف ولا استلف فلوس تاني من حد، وهو عليه ديون وعليه التزامات، ولما طيب. بقول له بيع العربيه او بيع حاجه من اللي معاك سد ديونك مش هينفع نستلف تاني، بيزعل من الكلام. فهو دلوقتي بقى ايه، خلاص انا مش نافعه وماليش لازمه، وهو مش شايف حياته ومش شايف دنيته ومفيش استقرار ونظام في البيت، وهو مخنوق وبيدور على مصلحته، فمصلحته ان هو يتجوز. اوكي ماشي حضرة الشيخ، انا دلوقتي في وزر عليا لو انا امتنعت عن حقوق الشرعيه، انا مش قادره ان انا اسامحه تاني او اكمل معاه. هتكملي معاه معيشه ولا هتطلقي؟ انا مش هتطلق، لان انا مش هحط نفسي في عرضه ان انا حد يتقدم لي بالجواز. انا قلت له هينفق هيدي عليكي، عيالي، هينفق ينفق عليكي على عياله، وانا وعليك نفقت ايه يا دكتور؟ وعليك. ما اعرفش بقى يا شيخ محمد، انا مش لاقي حد يتدخل معاه ويكلمه. طيب. هو حتى امبارح فتح الكلام مع واحده من الجيران كانت جايه تعزيني عشان عندي حاله وفاه، فراح حتى قال لها ايه، يا تقعد زي الجزمه القديمه، هي تتطلق وتطلع بره في الشارع. طب هي قاعده بتربي عيالها؟ لا، هي ملزمه تعمل لي وتجيب لي وتسوي لي. طب انا اعمل لك ليه؟ يعني عمال يقول لي اليومين اللي انا جيهم تعمل لي محشي وتعمل لي، يعني معلش يا حضره الشيخ، لا مؤاخذه، هو يروح هناك يفك عن نفسه ويهوى عن نفسه ويروق دماغه، وعايز يجي هنا يلاقي الدنيا كومبليت ومحشي ودوده، وانا اتعب نفسي بزياده بعد 18 سنه وانا مش صالحه؟ طيب انا مش قادره ان انا اديله حدود، يعني مش قادره اديله حقه الشرعي، خلاص انا نفسيا تعبت. طيب أختي الكريمة، أسأل الله العلي القدير أن يهدي لك زوجك، وأن يفرج همك، وأن يزيح غمك، وأن يحقق أملك. خليني في الأول تمني الخير للي ظلمني. أنا ما بقولش تمني الخير للي ظلمك غصب عنك، إنما حالة زوجك دي مثلا هل يفيد الدعاء عليه أم الدعاء له؟ يعني الأولى والألطف إن أنت لما تقول يا رب ارزقه بمصيبة والمصيبة جات له، مين هيشيله؟ ما انت اللي هتشيليه. فعلشان كده بقول لك تمني له الخير، مش قادره ادعي له بالهدايه. ادعي له ان ربنا يرده مردا جميلا، لكن ما تدعيش عليه. لكن لما تدعي مثلا تقول يا رب ما يهنأ له عيشه هناك، ولا يتهنى بلقمه هناك، ولا يتهنى براحه بال هناك، تظني ان هو لما نغصت عليه عيشته هناك هيجي يلاقي العيشه الهنيه عندك؟ ابدا. لأن الإنسان كيان لا يتجزأ. طيب لو أنا استطعت أن أتغلب على شيطان نفسي وادعي للي ظلمني أن ربنا يرد عن ظلمه، وأن ربنا يعطي لي حقي ويظهر لي حقي، لا شيء في ذلك مطلقا. طب نيجي بقى في الأمر الثاني، إذا حضرتك يا أختي الكريمة أنفق عليك زوجك، أصبحت ملزمة بأداء حقوقه الشرعية. لو امتنع عن النفقة يبقى لك أن تمتنعي عن حقوقك الشرعية، لكن ما أقدرش أديك فتوى ما دمت تجلسين تحت عصمته وفي ولايته وتأكلين من كده ومن سعيه، لا يمكن لنا ولا غيري يقدر يديك فتوى أن تمتنعي عن حقوقه الشرعية، اللهم إلا إذا امتنع عن النفقة أو طلبت منه الطلاق وطلقت، فحينئذ تصبحين مطلقة منه. ربنا يهديه ويصلح له حاله إن شاء الله.